بخطوات واثقة وإصرار يبتدئ إسماعيل المسعودي يومه داخل مرسمه الخاص، بأنامله يخط عالما عجزت عيناه عن رؤيته، وبطريقة برايل في الأرقام يتعرف على الألوان ليدون مشاهدا لا تزال عالقة في ذهنه منذ نعومة أظافره. تقنيات الرسم للمكفوفين دروس تعلمها إسماعيل على يد صديقه ومعلمه عبد الإله الرمحاني. العلاقة ديالي مع إسماعيل، نحن كنا أصدقاء من الطفولة، ثم انفصلنا بعد سنين. اكتشفت أنه فقد بصره، فجاءتني فكرة أن أطرح عليه هذه التقنيات، وكان تقبلها بقبول وأبدع فيها. اللمس والإحساس جزءان من هذه الطريقة التي يتبعها هذين الرسامين لتعوض حاسة البصر لدى فاقديه. زرقة السماء، البحر، ودعوة للتسامح، عناوين لوحات إسماعيل المسعودي ليعبر بها عما بداخله. انتصار الإرادة والتقلب على كل العوائق، رسالة أراد إسماعيل إيصالها للعالم كله، ويبرهن أن الإبداع لا تحده الإعاقة.